الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق المحلية في بغداد وفي أربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مضيفا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 157 ألف دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 155 ألف دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 156 ألف ومئة دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء سجل 156 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي. قال خبراء اقتصاديون إن الطعون المقدمة إلى المحكمة الاتحادية ببعض فقرات الموازنة العامة تعد أهم أسباب تأخير تطبيق الموازنة في العراق. وأضاف الخبراء أنه بالرغم من مرور عدة أشهر على تصويت مجلس النواب على بنود قانون الموازنة، إلا أن الحكومة لم تطبقها على أرض الواقع، إضافة إلى أنها لم ترسل أموال الوزارات والمحافظات حتى الآن وسط أسباب مبهمة وغير معلنة. كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط ثلاث حاويات تحتوي على مادة الدجاج التالف في منفذ أم قصر الأوسط. وأضافت الهيئة أن مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط ضبطت ثلاث حاويات مبردة تحتوي على مادة الدجاج التالفة غير صالحة للاستهلاك البشري، مشيرة إلى أن المواد المضبوطة أحيلت إلى مركز شرطة الجمرك لاتخاذ الإجراءات بحقها. أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن الديون العالمية ارتفعت 3.3% على أساس سنوي أو ما يعادل 9 تريليونات و900 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023. وأوضح معهد التمويل أن الديون ارتفعت من مستوى 297 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 لتسجل مستوى قياسيا جديدا في عام 2023 تجاوز 307 تريليونات دولار. تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن سجلت أكبر انخفاض في شهر في الجلسة السابقة، إذ عوضت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية تأثير التخفيضات في مخزونات الخام الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.72% لتسجل 92 دولارا و86 سنتا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمعدل 0.79% لتسجل 88 دولارا و95 سنتا للبرميل. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وكذلك إلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.